الأخبار مع علي السعدي. أهلا بكم إلى هذه الساعة الخبرية وتتابعونا في عناوينها. إننا ندعو شبابنا إلى الحيطة والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية في سعيهم إلى إخراج التظاهرات عن سلميتها. عشية 25 من أكتوبر الكاظمي يدعو المتظاهرين لتمييز صفوفهم ويؤكد توفير الحماية الكاملة للساحات. تمت الموافقة على اعتماد الدوائر الانتخابية لستة عشر محافظة، شكرا جزيلا. البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانون الاقتراض ويصوت على تقسيم الدوائر الانتخابية في 16 محافظة. النزاهة تعلن التوجه لمقاضاة من لا يكشفون ذممهم المالية من النواب والمسؤولين وتحدد نسبتهم بالحكومة والبرلمان. وفي الملف الدولي، إيران تعيد إغلاق المزارات الدينية بعد تفشي فيروس كورونا وأوروبا تسجل إصابات قياسية. مرحبا بكم، والبداية من كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذكرى 25 من أكتوبر والتي أكد فيها توفير الحماية الكاملة للساحات والمتظاهرين، داعيا المحتجين إلى أن يحذروا من محاولات إخراج التظاهرات عن سلميتها. نرفض زج القوى الأمنية في مواجهة الشعب، إنما نؤكد على أن مهمتها وهدفها حماية أبناء الشعب العراقي وليس الاعتداء عليهم. ولهذا نقول للجميع لا تكسروا هيبة القوى الأمنية قولا وفعلا، احترموا الرتبة العسكرية والبدلة والقيمة المعنوية التي يمثلها العسكري ورجل الأمن. إن التظاهر السلمي حق أصيل من حقوق شعبنا، ونحن إذا أصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين فإننا ندعو شبابنا إلى الحيطة والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية في سعيهم إلى إخراج التظاهرات عن سلميتها أو جرها للصدام مع الأجهزة الأمنية أو الأضرار بالأموال العامة والخاصة في محاولة لدفع هذه الأجهزة للدفاع عن نفسها وعن مؤسسات الدولة. فكما هو مطلوب من الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين، عليها حماية الممتلكات العامة والخاصة وضرب كل من تجاوز على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات أو كسر هيبة الدولة. وفي الكلمة ذاتها قال رئيس الوزراء إن الحكومة لن تستسلم لأنصار لا دولة أو المتضررين من هذه المرحلة، مطالبا الشباب العراقي المتظاهرين بمراقبة صفوفهم وتمييزها. لن نستسلم أبدا لأنصار لا دولة من أتباع هذه الجهة أو تلك أو المتضررين من هذه المرحلة ومن محاولاتهم المستمرة لتجريد التظاهر السلمي من جوهره وزرع العابثين والانتهازيين والمجرمين ومثيري الفتن في صفوفه. بعد أن فشلوا في اختطاف الدور عبد السلاح المنفلت سيحاولون ذلك باستغلال أصوات الناس ومظالمهم من فشلوا في قيادة البلد ودفعوا به إلى حافة التقسيم والحرب الأهلية وداعش الإرهابي وحولوه إلى ساعة صراع إقليمية ودولية، ولم يحفظوا الدماء ولم يصونوا الأمانة. أولئك لن نسمح لهم باختراق صفوف مطالب شعبنا وزرع القطيعة من جديد بين الدولة والشعب. لذا نقول لشبابنا راقبوا صفوفكم وميزوا صفوفكم كي لا تقفوا في موقع واحد مع من يريد بالعراق وشعبه سوءا. الكاظمي أشار أيضا إلى أن هدف الحكومة الأساس هو التحضير إلى انتخابات نزيهة وحرة وعادلة، مؤكدا التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في السادس من حزيران من العام المقبل. إننا حكومة هدفها الأساسي هو التحضير لانتخابات حرة نزيهة عادلة، وقد حددنا من دون تردد السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لهذه الانتخابات،
ونحن متمسكون بهذا الموعد. عملنا وما زلنا نعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها لإنجاح هذا الحدث الكبير، خصوصا في حال إكمال مجلس النواب الموقر آليات قانون الانتخابات. ونعمل أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية هذه الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة. إن إرادة التغيير السياسي تعبر عنها واقعا صناديق الاقتراع، فليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات، لذا يجب على الجميع الاستعداد لها، ونحن نتكفل حمايتها من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والوسائل القانونية والخطط الأمنية المحكمة. وفي السياق نفسه، ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحث خلاله إجراءات حماية التظاهرات، وأوضح بيان عقب الاجتماع أن المجلس أكد أحقية التظاهر السلمي وفقا للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات، مبينا أن المجلس شدد على توجيهات الكاظمي السابقة بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية. صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها على تقسيم الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، وأجل التصويت على كل من نينوى وكركوك قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل. مراسل العراقية الإخبارية ذكر أن المجلس صوت على غالبية أعضائه من الحاضرين على تقسيم الدوائر في المحافظات 16، وأن يكون يوم الاثنين هو الموعد الأخير لحسم ما تبقى من الدوائر. سيدات سادة النواب، أسعد العبادي دخل. منو دخل؟ أسعد العبادي نائب أسعد العبادي أيضا دخل. 176 الآن أمامي 16 محافظة من محافظات العراق أكملوا الدوائر الانتخابية لكل هذه المحافظات، وتم الاتفاق على تأجيل محافظة نينوى ومحافظة كركوك إلى موعد أقصى يوم الاثنين القادم. أطلب من المجلس التصويت على الدوائر الانتخابية ل16 محافظة كما مؤشرة وكما تم التأكيد عليها من اللجنة القانونية، من رئيس اللجنة القانونية ومن رئيس مجلس النواب ومن الدائرة البرلمانية. أطلب من المجلس التصويت. أطلب من المجلس التصويت. كل مصوتين. الغير مصوت من 176 النائب محمد إقبال غير مصوت، النائب عمار طعمة غير مصوت، أحد بعد غير مصوت؟ أحد غير مصوت؟ تمت الموافقة على اعتماد الدوائر الانتخابية ل16 محافظة، شكرا جزيلا. كما شهدت جلسة مجلس النواب ليوم أمس إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التمويل العجز المالي، والقراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، فضلا عن إنهاء تقرير عدد من القوانين الأخرى ومناقشتها. مجلس النواب المحترمون، قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته القراءة الأولى في جلسة مجلس النواب السبت وبحضور 170 نائبا، على أمل إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة المالية النيابية قبل عرضه أمام مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسات اللاحقة. تم القراءة الأولى للمشروع، وبعد 72 ساعة على الأقل تم القراءة الثانية، و ندرس المشروع حتى يتم إقراره بما يؤمن الاحتياجات الضرورية، خاصة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية. ونتيجة اعتراض التحالف الكردستاني على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك، تأجل التصويت على استكمال قانون الانتخابات لساعات عدة، تخللها اجتماعات مكثفة لقادة الكتل مع اللجنة القانونية النيابية للتوصل إلى توافقات تمكن المجلس من تمرير القانون. كان هناك اعتراض واضح من قبل الأخوة في التحالف الكردستاني
على محافظتين، يعني قضية تتعلق في كركوك وقضية نينوى، وهم يطرحون أنه ربما تكون هناك أغلبية كردية على سبيل المثال في منطقة معينة، ولكن لا تأتي بمقعد على سبيل المثال، يمكن أن تدمج مناطق مع بعضها. وبعد مخاض عسير استمر لساعات، صوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية ل16 محافظة على أن يؤجل التصويت على محافظتي كركوك ونينوى إلى يوم الاثنين المقبل. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. إلى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية أن مبدأ الاقتراض الذي يعتمده قانون تمويل العجز المالي ليس من مصلحة البلد، ويؤدي إلى انهيار اقتصادي وإغراق البلد بالديون. المالية وفي إيضاح لها أشارت إلى أن اللجنة مع المضي باتجاه تشريع القانون لكونه يمثل رؤية الحكومة في الوقت الراهن لكن ليس بالأرقام، مشيرة إلى أنها ستتجه إلى ضغط النفقات للحد الذي يمثل النفقات الحاكمة والملحة للأشهر المتبقية من السنة الحالية. أزمة الرواتب باتت مشكلة تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين نتيجة للظروف التي تعيشها البلاد، في وقت تنتظر الحكومة موافقة البرلمان على قانون الاقتراض. هذه الأزمة سببت قلقا لدى الأوساط الشعبية التي طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة وسط دعوات من قبل متخصصين بالاستفادة من الواردات غير النفطية كالمنافذ وتفعيل القطاع الخاص. أكثر من 8 ملايين بين موظف ومتقاعد ومشمول بالحماية الاجتماعية بانتظار الرواتب نهاية كل شهر، قلق بات الأثقل على كاهلهم، ما ولد استياء واضحا بعد الافتقار للحلول الناجعة لهذه المشكلة. الرواتب وتأخيرها أصبحت مشكلة عويصة. احنا نتمنى كموظفين، نتمنى من أصحاب القرار أنه يجود إيجاد حل لهذه المعضلة. راتب الموظف ليس بمنه، أنه استحقاق لكل الموظفين. كل الموظفين معتمدين على من؟ على الراتب. يعني هسه هذا الشهر الثاني ما مطين، يعني تقريبا هسه شهر كامل مر على الموظف بدون ما أعطوه راتب. موارد غير نفطية عائداتها تقدر بأكثر من 40 مليار دولار سنويا عطلت بسبب أو بآخر. وجدها معنيون حلا استراتيجيا بحاجة إلى تناغم تشريعي وتنفيذي وإرادة حقيقية للإفادة من هذه الموارد دون اللجوء إلى النفط. بتعظيم الموارد الداخلية الملامسة، هناك تعظيم من سوق العملة، هناك تعظيم من الواردات عبر المنافذ، هناك كثير من الأمور يمكن أن تعظم بها لنمضي بها. أما ما موجود حاليا حقيقة هو عبارة عن هناك جهات وحقيقة تتجه بسرعة نحو الاقتراض الداخلي والخارجي المفرط. هاجس يلاحق المواطنين مع نهاية كل شهر وسط غياب واضح للحلول العملية من قبل القائمين على موضوعة الرواتب، خصوصا وأن الأزمة بدأت ككرة الثلج تكبر حتى وصل الحال إلى هذه المراحل. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. كشفت هيئة النزاهة عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين والممتنعين عن كشف ذممهم المالية. مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي قال إن الرئاسات الثلاث والوزراء قدموا ذممهم المالية باستثناء وزيري المالية والاتصالات، مؤكدا إرسال قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين والطلب من الجهات المعنية إيقاف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف. وتوعد العباسي باتخاذ إجراءات أشد في حال استمرار امتناع المسؤولين من كشف ذممه المالية، وفي مقدمة الإجراءات فتح دعاوى جزائية تكون ضدهم. ستة بالمئة من أعضاء البرلمان يمتنعون عن كشف ذممهم المالية على عكس الأعضاء الآخرين، وعلى إثر هذا أوعزت هيئة النزاهة إيقاف صرف رواتبهم، وليس هم فقط، إذ أن وزيري المالية والاتصالات قد أوقفت رواتبهم لنفس السبب بحسب الهيئة، التي أكدت أن رؤساء الرئاسات الثلاث وبقية الوزراء قد قدموا ذممهم المالية وفق قانون الهيئة. أما لخبراء القانون رأي آخر مقابل كل ما ذكر. أغلب القرارات الكشوفات المالية التي تقدم هي وهمية غير حقيقية وتقدم في غير وقت
تها. والأسوأ والأمر والأنكى أن البعض قد تختلف موجودات المالية عما ورد في إقرار ذمة المالية، وإلى الآن لم نعثر على واحد يحيل المحكمة لاتخاذ إجراءات قانونية، لأنه مثلا قال لدي 3 دور في حين الصحيح عنده 5 دور. وبعد تعديل قانون هيئة النزاهة العام الماضي، تصف الهيئة إجراءها الأخير بالتقدم الكبير في الإفصاح المالي، فيما يرى متابعون أن امتناع البعض عن كشف ذممهم هو تجاوز على قوانين الدولة، الأمر الذي يدل على إمكانية كسبهم أموالا بطرق تخالف القانون وتفتح باب التساؤل. أنا أعتقد هناك كثير من السياسيين لا يريدون الكشف عن ذممهم لأنه لديهم كثير من الإشكالات المالية، وأعتقد يجب أن يكون هناك دور للحكومة وأن تكون هناك السلطة القضائية سلطة قوية، بحيث في حالة امتناع أي مسؤول يجب أن يحاكم أو من خلال القوانين العراقية النافذة، وأن يطبق عليه كل القوانين التي تطبق على المواطن العادي. أما الشارع العراقي فيطالب بتشريع قانون من أين لك هذا، علما أن قانون النزاهة يعتبر أي زيادة مالية تربو على 20% سنويا في أموال المكلف أو زوجته أو أولاده ولا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لها تعد كسبا غير مشروع. إجراءات أشد ستتخذها هيئة النزاهة بعد قرار إيقاف صرف رواتب بعض النواب والمسؤولين، إجراءات تصل إلى فتح دعاوى جزائية ضدهم في حال استمرار امتناعهم عن كشف ذممهم المالية. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر أن حيتان الفساد قد ضعفت خلال المدة الماضية. الحيدر وفي برنامج 9 دعا رئيس الوزراء إلى محاسبة الفاسدين وأن يقتحم معاقلهم أينما وجدوا واستثمار ضعفهم من أجل القضاء عليهم نهائيا. من الحيتان الفساد ضعفت جدا، ضعفت كثيرا يعني أمام مظاهرات الشعب وأمام تحدي الشعب، ضعفت هذه تسميها حيتان الفساد أو مافيات الفساد. على السيد رئيس الوزراء أن يستغل ضعف هذه الحيتان ويعني يقتحم معاقلها، لأن المظاهرات والضغوطات الشعبية يعني كانت فرصة كبيرة جدا. من ضمن التغييرات اللي حصلت هو القضاء على الفاسدين وأضعافهم، وبصراحة هذا واقع حال أن مافيات الفساد وحيتان الفساد ضعفوا جدا في هذه السنتين. في كل عام تشهد البلاد أزمة ارتفاع أسعار بيض المائدة، على الرغم من التحذيرات المستمرة من قبل وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بأسعار البيض في جميع الأسواق المحلية. المنتجون المحليون أكدوا التزامهم بتوجيهات الوزارة عبر بيع طبقة البيض الواحدة بسعر لا يتجاوز 4500. أسعار بيض المائدة التي سجلت ارتفاعا خلال الأيام الماضية تعود إلى معدلاتها، ووزير الزراعة يؤكد أنها مفتعلة ويتهم دولا خارجية بالوقوف وراءها، فيما يوجه تحذيرا لمن أسماهم التجار الذين يتلاعبون بالمنتج المحلي وبأسعاره. مستفيد الدول المجاورة، هناك ضغط كبير من الدول المجاورة على تصدير البيض والدجاج لكسر الإنتاج المحلي وإضعاف الإنتاج المحلي، وهذا موضوع لا يمكن التهاون فيه يعني. وعليها أطمئن المواطن، موضوع البيض حيكون بالسعر المناسب، وعلى المتلاعبين بالأسعار، هناك مكافحة الجريمة الاقتصادية بدأت في العلاوي، وسنقتص من كل من يحاول اللعب بقوة الشعب. المنتجون المحليون يؤكدون التزامهم بتوجيه وزارة الزراعة من خلال بيع طبقة البيض الواحدة بسعر لا يتجاوز 4500، واتباع آلية البيع المباشر دون الحاجة إلى وسيط، فيما طالب آخرون بضرورة المزيد من الدعم الحكومي كتوفير الأعلاف المدعومة وإعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تساعد في تشجيع الإنتاج المحلي. خطوتنا القادمة كمشاريع هو إلغاء الوسيط، وراح ننزل إن شاء الله من بعد بكرة نسوق منتجنا مباشرة للمواطن، لأن حقيقة قاعد نلاحظ أنه أكو وسطاء يرفعون السعر ويسببون مشاكل بالسوق. دعوتنا للحكومة، للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة، الاستمرار بدعم المشاريع
وحماية المشاريع. حاليا الأسعار الطبقة بأربعة ونص من يمن الشركة تطلع، بأربعة ونص الكرتونة 55 حسب توجيهات وزارة الزراعة لحد هاللحظة، بس هذا نتيجة وراها مافيات وتجار، الهدف منها إسقاط الإنتاج المحلي. وتشير المعلومات إلى أن مركز التلاعب بأسعار البيض واحتكاره لا يتعدى أسوار ما تعرف بعلوة زويني في بغداد. بعض المتنفذين فيها يحاولون الضغط باتجاه إعادة فتح المستورد الذي تسبب قرار منعه بخسائر كبيرة لهم كما يعتقدون. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. أكد رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري أن الاستيراد الجزئي لبيض المائدة أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق. الشمري وخلال تضييفه في نشرة سابقة بالعراقية الإخبارية أكد أن اللجنة أبلغت المربين وأصحاب الشركات بتنزيل أسعار بيع بيض المائدة لتذليل فارق الأسعار في جميع المحافظات، مبينا أن العراق سبق وأن أعلن اكتفاؤه الذاتي في جميع المواد. تم جمع تواقيع داخل قبة مجلس النواب يوم 4/5/2019، وتم التصويت داخل قبة مجلس النواب بمنع تام لاستيراد هذه المواد، وجهنا عدة ضغوطات من الدول المجاورة وغير المجاورة لفتح جزئي لبيض المائدة وأيضا الدجاج اللاحم، لكن أصررنا وبقينا مصرين على غلق تام للحدود حتى نمضي بتوسيع المشاريع الاستثمارية للدواجن وأيضا تطوير الحقول الموجودة في المحافظات، وبفضل الله تعالى وصلنا الاكتفاء الذاتي في جميع المحافظات. طبقة البيض ب 3000 وب 4000 دينار صار لها أكثر من سنة، صار أكثر من 10 أيام صعدت طبقة البيض 1000 دينار، واليوم تم تأمين اتصال مع الأخوة المربين وأصحاب الشركات، وأوعدوا يوم غد سيقوموا أصحاب الشركات بتنزيل الأسعار حتى يعني يذللوا سعر بيض المائدة في كل المحافظات. من الحشد الشعبي إلى قوات حرس الحدود، انتقلت مهام حماية الشريط الحدودي مع سوريا، فيما تسلمت قوات الحشد المنسحبة مهمة تأمين الطريق الرابط بين عكاشات والرطبة، فضلا عن بقائها قوة إسناد لحماية الحدود الدولية. قيادة قوات حرس الحدود تنتهي من عمليات انتشارها على الشريط الحدودي الممتد من منفذ الوليد إلى قضاء القائم، بعد تسلمها قاطع المسؤولية من قطاعات اللواء 19 لقوات الحج الشعبي، والتي كانت تشغل مساحة مهمة في هذا القاطع الحدودي مع الجانب السوري. عندنا مناطق ماسكها الحشد ومنها لواء 19، صار قرار من العمليات المشتركة على استلام هذا القاطع، لأن تعدد يعني الجهات الأمنية على حرس الحدود بروتوكولات غير مقبولة، وخلال هاي الفترة احنا مفرغين أربع ألوية بين جيش عراقي وبين حشد الشعبي، واجب القطاعات تمسك بالعمق خلفنا خلف الحرم الحدودي اللي هو 10 إلى 15 كيلومتر، هذا البروتوكول الدولي لكل دول العالم. قطاعات الحج الشعبي وبعد تسليمها هذا القاطع الحدودي إلى قوات حرس الحدود ستقوم بمهام تأمين الطريق الرابط بين منطقة عكاشات وقضاء الرطبة، وستكون قوة إسناد لقوات حرس الحدود التي ستقوم بحماية الحدود الدولية. من الضرورة لتسليم قاطع لواء 19 لقيادة قوات حرس الحدود وتحديدا اللواء 15، باعتبار أنه هي القوة الأساسية والمعنية بمسك الحدود العراقية. أما بالنسبة لقطاعاتنا كقطاعات حشد شعبي، إن شاء الله لها دور بارز بالثبات خلف القطاعات اللي خلف الحرم الحدودي ما يبعد من 10 إلى 15 كيلومتر، سيكون انتشارنا وتحديدا على طريق الرابط ما بين منطقة الرطبة مرورا بعكاشات وصولا إلى منطقة القائم. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة سعيها بأن تتسلم قيادة قوات حرس الحدود المسؤولية الكاملة لحماية الشريط الحدودي مع جميع دول الجوار، بعد أن تستكمل هذه القيادة من قدراتها الأمنية واللوجستية. من الشريط الحدودي العراقي السوري، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.
بمشاركة أهالي الضحايا أجرت أو أجريت صباح اليوم مراسيم فتح مقبرة الأمهات الأيزيات في قضاء سنجار، والتي تضم نساء دفنهن إرهابيو داعش أحياء أمام أطفالهن وذويهن. في خطوة لإظهار الحقائق لإدانة العصابات الإجرامية وما ارتكبتها من ظلم ضد أبناء الشعب العراقي، تمت المباشرة بفتح مقبرة الأمهات الأيزيديات في منطقة السولاغ بقضاء سنجار، التي تضم رفات النساء اللاتي دفن أحياء في هذه المنطقة. وبحسب المعطيات والمعلومات الأولية، فإن المقبرة تضم رفات 80 امرأة كلهن من كبار السن. هذا القبر يسمى قبر الأمهات، واللي هم أغلبيتهم من نساء كبار السن، وأيضا تم دفنهم وهم أحياء. والقبر الثاني في قرية كوجو، وهو القبر الأخير، حيث سبق هذه العملية فتح 16 قبر جماعي. مؤشر النجاح هو الغرض الأساسي هو تسليم الرفات مطابقتها مع ذويها، فكل ما زادت قاعدة البيانات وتوسعت، كل ما مؤشر النجاح عندنا اللي هو تسليم الرفات يصير أكثر. مسؤولون في الحكومة المركزية أكدوا أن الجهود ستستمر في معرفة هوية الضحايا لتسليمها إلى ذويها، إلى جانب أن الفرق المشكلة لمتابعة شؤون المفقودين تعمل بشكل استثنائي لأجل إتمام الأعمال الموكلة إليهم. بجهد عالي من وتنسيق عالي من الحكومة العراقية، يقوم الفريق الوطني للمقابر الجماعية ممثلا بدائرة حماية المقابر في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي دائرة إزالة الألغام بفتح آخر مقبرتين في قرية كوجو. المقبرة اللي الآن احنا متواجدين يمها تسمى مقبرة الأمهات، حيث قام التنظيم الإرهابي بعزل الأمهات والنساء كبيرات السن ودفنهن وهن أحياء في هذه المقبرة. ممثلو الأمم المتحدة يعملون بشكل متوازي مع الفرق العراقية وذوي الضحايا على حد سواء، وذلك لتدوين جرائم العصابات الإرهابية. You know, every human life matters. نحن مستمرون في فتح المقابر لأنها تهمنا جميعا، وهناك تنسيق عال بيننا وبين الفرق العراقية التي تعمل في هذا المجال. أني ناجية أيزيدية وظلت 6 سنين عند داعش، ومن جيت لقيت هاي المقبرة وأمي وكل أهلي، يعني نسوان عمي وبيت عمي، يعني نسوانهم كلهم هنا وعمتي، ويعني نريد أنه يطالعوهم. مقبرة الأمهات الأيزيديات واحدة من عشرات الشواخص التي تبقى شاهدة على إجرام ووحشية العصابات الإجرامية ضد مكونات الشعب العراقي. من منطقة سولاغ بقضاء سنجار، نور فاضل، العراقية الإخبارية. سجلت وزارة الصحة 3204 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد. الوزارة في موقفها الوبائي اليومي أشارت أيضا إلى تسجيل 55 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 3021 مصابا. أكد مدير عام الصحة في وزارة الصحة الدكتور رياض عبد الأمير أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مستقر في العراق. عبد الأمير وخلال تضييفه في نشرة سابقة بقناة العراقية الإخبارية أوضح أن وزارة الصحة متخوفة من ارتفاع الإصابات خلال شهر كانون الأول المقبل نتيجة لتغير الجو وانتشار الإنفلونزا الموسمية، مشددا على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء. احنا بالعراق الان ما عندنا ارتفاع، تقريبا المعدلات نفسها خلال الاسابيع الاربعه والخمسه الماضيه. احنا لازلنا في الموجه الاولى كما تعلمون، احنا ما نزلنا حتى نصعد مره ثانيه. احنا نتخوف الان بعد ما انتهت الاربعينيه، وكنا متخوفين الحقيقه من عاشوراء والاربعينيه، لكن الحمد لله لم يكن هناك ارتفاع لحد الان، لا يوجد تاثير قوي على نسبة الإصابات، بالعكس صار شوي انخفاض شيئا ما بالإصابات. الوفيات في تنازل مستمر منذ أسابيع، إذ وصلت إلى 2.4 بالعشرة. إحنا الآن أمامنا تحدي فقط تغيير الجو في الشهر 12، المعدلات مستقرة وفي تنازل، يبقى تحدي أمامنا هو تحدي الجو، برودة الجو والإنفلونزا الموسمية، هذين العاملين ربما يؤدن إلى ارتفاع أيضا في معدلات الإصابة، لذلك لابد من استمرار الإجراءات الوقائية.
على الرغم من ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية وانخفاض عدد الإصابات والوفيات، إلا أن دعوات صحية مستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما عدم التواجد في الأماكن المزدحمة تحسبا من ظهور موجة جديدة من الوباء. مؤشر الإصابات ومعدلات الشفاء يتغيران وفق معادلة فيروس كورونا، الوفيات والإصابات تنخفض وحالات الشفاء ترتفع، والملاكات الطبية تؤكد التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وتحثهم مجدداً على التباعد الاجتماعي. نسب الشفاء تفوق نسب الإصابة الجديدة في هذه الأيام، لذا نهيب بالأخوة المواطنين التزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية، منها الأول والرئيس هو ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة. ممكن نكون مقبلين على موجة ثانية أشد ضراوة مثل الموجودة في دول العالم حاليا بعد ما يبرد الجو أو تزداد نسب الرطوبة في الجو، لأنها تتدخل بشدة الإصابة للمريض. أنصح المواطنين أولا بالمناسبات الاجتماعية، الأعراس والفصل العشائري والتجمعات والمظاهرات، التباعد قدر الإمكان والالتزام بالوقاية هو لبس الكمامات. الوقاية والالتزام لا يتوقفان عند هذا الحد، بغية الشفاء التام بل يتعديان إلى مراجعة المؤسسات الصحية والمكوث فيها حال أن تطلب ذلك. ضروري الانتقال للمستشفى، لأنه يعني سانة بالبيت جابوا لي قنينة أكسجين، هاي جايبه وياي صغيرونة، يعني ما تكفي 3-4 ساعات، بينما أنا صار لي 5-6 أيام على الأكسجين. الآن اليوم الحمد لله والشكر ذبيت الأكسجين من الصبح لحد الآن أنا بدون أكسجين. مهما كان الأمر مستشفى أفضل أفضل أفضل، حتى لو هو دكتور بالبيت. هذا وتستمر الصحة باعتماد البروتوكولات المعمول بها عالميا وفق استراتيجية تمكنها من تحجيم الجائحة وصولا للقضاء عليها. على ما يبدو فإن المشافي في البلاد بدأت تأخذ احتياطاتها تحسباً للأشهر المقبلة بعد زيادة المحاذير من موجة ثانية لفيروس كورونا. من داخل أحد المحاجر في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدرسون إدهانوم من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي في منعطف حرج مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. إدهانوم وفي مؤتمر صحفي قال إن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وبعض الدول على طريق الخطر، لا سيما تسارع الحالات وازديادها في كثير من الدول داعيا للتحرك السريع والجاد. قررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في عموم طهران وقم ومشهد ابتداء من الاثنين المقبل لمدة شهر للحد من تفشي فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات ب 560 ألف. وزارة الصحة الإيرانية أشارت إلى أن كافة أقاليم البلاد في وضع صحي خطر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من طهران المراسل دريد زهير. أهلا بك دريد. بداية، كما تعلم أن منظمة الصحة العالمية قد خرجت في مؤتمر صحفي وأشارت إلى أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وبعض الدول ستكون على طريق الخطر. إيران اليوم قد قامت بغلق المزارات الدينية تحسبا لانتشار فيروس كورونا، هل هذا يعني أن إيران كانت هي الدولة الأولى من مجموعة الدول التي صرح بها مدير المنظمة إدهانوم تيدرسون؟ تحية طيبة. يعني إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليست هي الأولى. يعني اليوم أعلنت ألمانيا عن إصابة 14,000 شخص خلال يوم واحد. يعني القضية ليست فقط إيران، ولكن هي للنصف الشمالي من الكرة الأرضية. يعني طيب، اليوم إيران سجلت أكثر من 5,000 إصابة و335 حالة وفاة، وهناك أيضا
حدود 4000 يعني أكثر من 4000 حالة حرجة اليوم ترقد في المستشفيات. إيران دخلت كما أعلنت السلطات الإيرانية يعني الموجة الثالثة، وهناك تخوف كبير جدا من عدم يعني العثور على دواء على يعني هو يشفي هذه الحالات المرضية طيب بشكل كامل. وأيضا مسألة اللقاح التي تحدث عنها يعني وزير الصحة الإيراني بالحرف الواحد بأنها لن تكون في متناول اليد في المستقبل القريب، لكن ستكون هناك يعني محاولات في العام المقبل. طيب دريد، السلطات الإيرانية أشارت إلى أن المدة ستكون شهر لإغلاق بعض الأقاليم في طهران ومشهد، هل هذا الشهر كافي للحد من انتشار هذا الفيروس؟ في الحقيقة هي ليست هذه المدن الثلاثة فقط، هي هناك 192 مدينة دخلت دائرة الخطر بسبب انتشار هذا الفيروس، وتم تحديد 43 مدينة تقنينها يعني وضع قوانين صارمة جدا. يعني اليوم للمرة الأولى يجتمع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بلجنة مكافحة كورونا الوطنية والتي يرأسها رئيس الجمهورية، تحدث عن أن يعني مسألة الالتزام ووضع القوانين وصل إلى حد أن يتدخل فيه مجلس الأمن القومي الإيراني يعني دريد بهذا الأمن. دريد بهذا أفهم من كلامك أن ناقوس الخطر قد دق في إيران، ومن المحتمل أن تشهد إيران موجة ثانية لفيروس كورونا؟ بل هي موجة ثالثة يعني على حسب ما يتحدث المسؤولون الإيرانيون. يعني اليوم تتحدث المتحدث الرسمية باسم وزارة الصحة بأنه إن لم يتم مراعاة البروتوكولات بشكل دقيق وأيضا احترام البروتوكولات الصحية وأيضا لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي سنواجه وضع مؤسف للغاية. هذا أيضا ما صرح به أيضا مسؤول لجنة مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران بأنها إن لم يتم وضع حد لانتشار هذا الفيروس فإننا سنواجه وضع مأساوي في القريب العاجل، وأيضا سيكون يعني المستشفيات هي عرض أيضا للإصابة والتعطيل خلال الفترة المقبلة. أنا أشكرك الشكر الجزيل، كنت معي عبر خدمة سكاي من طهران دريد زهير، شكرا لك دريد. سجلت الولايات المتحدة 83,304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وكالة بلومبريغ أكدت أن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته البلاد في شهر تموز الماضي، ويأتي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت 923 وفاة جديدة. كشف إحصاء لوكالة رويترز الإخبارية أن أوروبا أصبحت ثاني منطقة على مستوى العالم بعد أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا، إلى جانب تسجيل أعداد قياسية من الإصابات اليومية على مدى أسبوعين. الوكالة أوضحت أن أوروبا سجلت 200 ألف إصابة لأول مرة، وفقا للإحصاء أيضا تمثل نحو 19% من إجمالي الوفيات ونحو 22% من حالات الإصابة على مستوى العالم. ناشد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتو أكد أن حكومته تدرس فرض عقود إضافية لاحتواء وباء كورونا وتجنب تكرار الإغلاق الشامل، وأضاف أنه تم فرض حظر التجوال خلال الليل، متوقعا أن تقوم الحكومة بالمزيد من الإجراءات قريبا. وسجلت إيطاليا حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا بلغت 19,644 حالة خلال الساعات 24 الماضية. ناشدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميرغل مواطنيها بالمساعدة في احتواء جائحة كورونا في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات. وأشارت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة، قالت إن الشعب الألماني ليس قليل الحيلة في مواجهة الفيروس، فسلوكه يحدده مدى قوة وسرعة انتشار هذا الفيروس، يعني بالنسبة للجميع تقليل المخالطات والارتقاء بعدد أقل من الناس.
تعتزم الحكومة الإسبانية الإعلان عن حالة طوارئ صحية جديدة استجابة لطلب أكثر من نصف المناطق لتوفير غطاء قانوني لفرض قيود أكثر صرامة على التنقل. مصدر حكومي إسباني أوضح أن مجلس الوزراء وفي جلسة استثنائية مقرر الأربعاء المقبل سيصدر مرسوما للمرة الثانية خلال تفشي فيروس كورونا. وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ في آذار الماضي، ومدد مجلس النواب عدة مرات أو مدد عدة مرات حتى منتصف حزيران الماضي. أدلى الرئيس الأمريكي ترامب بصوته الانتخابي مبكرا في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد. هذا وأدلى أكثر من 50 مليون شخص أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل 10 أيام على إجراء الانتخابات. مشاهدينا ومعنا مباشرة من واشنطن المراسلة زينة إبراهيم، أهلا بك زينة. أهلا علي. زينة، الرئيس الأمريكي ترامب أدلى بصوته مبكرا في فلوريدا قبيل الانتخابات الأمريكية بعشرة أيام، ماذا يمثل هذا الإدلاء وما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها ترامب إلى الشعب الأمريكي؟ يعني قال ترامب اليوم انه انتخب نفسه في انتخابات في ولايه فلوريدا. كما تعلم انه الرئيس دونالد ترامب كان مقيما في مدينه في ولايه نيويورك، لكنه سجل هذه المره حيث يمتلك منازل في ولايه فلوريدا تحديدا. واعتقد انه التصويت المبكر هذا هو رساله واضحه لقاعدته الشعبيه بان يذهبوا الى صناديق الاقتراع وينتخبوا شخصيا بشكل مبكر، لان هنالك تراجع كبير بنسبه المصوتين من الحزب الجمهوري الى حد الان. يعني كل اثنين ديمقراطيين ينتخب مقابلهم تقريبا واحد جمهوري، فهنالك تحفيز من قبل طبعا سواء اعضاء الكونغرس الامريكي او من الرئيس دونالد ترامب لهذه القاعده للذهاب والانتخاب مبكرا، خوفا طبعا من طوابير طويله في يوم طبعا يوم الانتخابات في 3 نوفمبر بسبب طبعا جائحه كورونا وفرض التباعد الاجتماعي. طيب، كما تعلمين زينة، الذين ادلوا باصواتهم 50 مليون شخص تقريبا هذه في الانتخابات المبكرة، ماذا يمثل هذا الرقم بالنسبة للانتخابات الرئاسية؟ لتحديدا يعني تقول الأرقام أنه 56 مليون و 150 ألف أمريكي انتخبوا إلى حد الآن. طيب. 38 مليون من عندهم انتخبوا عبر البريد. طيب. و 17 مليون انتخبوا شخصيا في صناديق الاقتراع. هذا إقبال غير مسبوق في الانتخابات الأمريكية. وهنالك أسباب كثيرة. على ماذا يدلل هذا الإقبال يا زينة؟ يعني هنالك الكثير. على ماذا يدلل هذا الإقبال غير مسبوق؟ يدل على أن هنالك رغبة. نعم، يدل على رغبة أمريكية حقيقية بالمشاركة في هذه الانتخابات. طيب. هنالك خلاف وانقسام كبير جدا في الولايات المتحدة، والحزبين يستقطبون قواعدهم ولا يعني لا يحاولوا أن يصلوا كثيرا إلى الناخب المتأرجح، فلذلك هنالك استقطاب كبير في هذه الانتخابات، وهنالك رغبة من الأمريكيين أن يدلوا بأصواتهم بشكل مبكر بسبب تشكيك الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات عبر البريد، فلذلك هنالك إصرار بأن تحسب أصوات جميع الناخبين بشكل مبكر في يوم الانتخابات في 3 نوفمبر، بالإضافة طبعا تفاديا إلى الانتظار بطوابير طويلة يوم الانتخابات في 3 نوفمبر بسبب طبعا جائحة كورونا، فيتوقع الكثيرين أنهم قد يستطيعوا الإدلاء في صوتهم في هذا اليوم. طيب، أنا أشكرك الشكر الجزيل، كنت معي مباشرة من واشنطن زينة إبراهيم، شكرا لك زينة. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده لن ترضخ للتهديدات ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي. أبي أحمد قال إن أمريكا لا يمكنها لوم مصير بشعورها
بقليل من الانزعاج، وكان ترامب ذكر في وقت سابق أن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة، متوقعا لجوء مصر إلى تفجير سد النهضة بعد تعثر المحادثات التي امتدت لعدة أشهر. نفى التحالف الدولي شنه هجوما استهدف حاويات للنفط وخزانات للوقود على الحدود التركية سورية. المتحدث باسم التحالف وين مارتو قال إن الأنباء التي تحدثت عن شن الهجوم ليست سوى أخبار عارية عن الصحة، مبينا أن قوات التحالف تضرب أهدافا عسكرية مشروعة فقط بعد مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية والتناسب والتمييز وفقا لقانون الصراع المسلح. نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في قرباغ أن عدد الجنود الأرمن الذين قتلوا في الاشتباكات المسلحة ارتفع بواقع 36 جنديا ليصل العدد الإجمالي إلى 963 قتيلا. وتأتي هذه الاشتباكات بعدما قلص انهيار اتفاقي هدنة بوساطة روسية آمال التوصل لنهاية سريعة للقتال في الإقليم الانفصالي الواقع في أراضي أذربيجان ويسيطر عليه الأرمن. وإلى اليمن، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أو ليبيا أحمد المسماري إن الجيش ملتزم التزاما كاملا باتفاق جنيف، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر. وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن الأطراف التي شاركت في اتفاق جنيف تفاهمت على أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا. وأشار المسماري إلى أن الاتفاق يحتاج إلى ضمان حقيقي ونزيه وقوة رادعة لتنفيذ الخطوات. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار هز العاصمة الأفغانية كابول. وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد أكدت مقتل وإصابة 13 شخصا بانفجار لم تعرف أسبابه حتى الآن، مشيرة إلى أن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مهمة المنظمة الأساسية الآن هي حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وإنقاذ البشرية من ويلات الحرب. الأمين العام وفي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة قال إن جائحة كورونا شهدت زيادة مروعة في العنف ضد النساء والفتيات داعيا إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي التي أعلنها مع بداية الجائحة، قائلا إننا نواجه اليوم عدوا مشتركا واحدا وهو فيروس كورونا. وقع انفجار على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر أزوف جنوب غربي روسيا. مصدر روسي أشار إلى أن ناقلة الجنرال آزي أصلانوف تعرضت إلى انفجار لم تعرف تفاصيله بعد. وأضاف المصدر أن الناقلة كانت فارغة من الحمولة في وقت وقوع الانفجار، مرجحا أن يكون السبب بخار الوقود المتبقي. من جهتها أشارت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي إلى إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف حتى الآن. ختم النشرة إلى عناوينها. إننا ندعو شبابنا إلى الحيطة والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية في سعيهم إلى إخراج التظاهرات عن سلميتها. عشية 25 من أكتوبر، الكاظمي يدعو المتظاهرين لتمييز صفوفهم ويؤكد توفير الحماية الكاملة لهم وللساحات. تمت الموافقة على اعتماد الدوائر الانتخابية ل 16 محافظة، شكرا جزيلا. البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانون الاقتراض ويصوت على تقسيم الدوائر الانتخابية في 16 محافظة. النزاهة تعلن التوجه لمقاضاة من لا يكشفون ذممهم المالية من النواب والمسؤولين وتحدد نسبتهم بالحكومة والبرلمان.
وتابعتم في الملف الدولي، إيران تعيد إغلاق المزارات الدينية بسبب تفشي فيروس كورونا، وأوروبا تسجل إصابات قياسية. هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة، دمتم أصحاء وتصبحون على ألف خير.